اسمه تهرب بالسلامة. يا سلام، هو انت لسه شفت ضرب؟ على فكرة عمي انا ضربت كل انواع الضرب، فما افتكرش في اضافة ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، احنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. بسم الله الله بسم الله الله اكبر. يا جماعة تتبعوا بعزة والعزة. بابي الاسم فقت. عمي انت هتسيبني متعلق زي البولوس كده؟ انا محتاج انزل عشان اطمن على نسمة. حبيبي انت في الوضع ده محتاج باكواجي ينزلك. نسمة عمي الحمد لله على سلامتك. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وان شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بايدينا. يا جماعه من فضلكم ما حدش فكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حاله نسمه وصلت لفين؟ نسمه ما عندهاش اي اصابات عضويه، بس واضح من الحاله اللي هي فيها ان الحادثه مأثره فيها جامد. نسمه حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك بخير. مين حضرتك؟ انا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمه في ايه؟ الحمد لله على سلامتك. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو ايه اللي بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يا هلا. انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف الجلاله؟ لا مش مكسوف، واعلى ما بخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع لاهل القيادات. الصوت شال على المستشفى. يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي، ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها لانها انهارت اول ما شافته. والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان نسمة محتاجة دكتور امراض نفسية وعصبية، وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمة ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربية وسقت زي المجنونة. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي. مش فاكرة. وانت بتركبي العربية يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور النسبة كويسة ما فيهاش حاجة، هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسبة تروح معاك؟ نسبة هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا سادة عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة بنتي انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. اها عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكة وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا كاميلي خدي بالك من البنت واستنوني برا، انا جاي. خير يا دكتور؟ نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشة، رقيقة، رومانسية. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسية الزجاجية الهشة. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجة. دي نفسية عاملة زي الازاز الستة ملي، اقل زلطة فيه ممكن تشرخه. زلطة ايه وازاز ايه؟ نسمة تعاني من صدمة عصبية شديدة، ده لانها كانت عايشة طول عمرها في حضن ابوها وعمها، وطبعا دول كانوا مصدر امان ليها. طبعا بعد ما انتقلت لكنفك بصفة جوزها لقت ان الحضن ده غير الحضن ده، اكتشفت ده وقت العلقة اللي انت خدتها. ما تكبرهاش يا دكتور، دي كانت خناقه عاديه. خناقه عاديه يا راجل؟ ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. والله بص فضحتك بقت بجلاجل. والله فاضل لك خناقتين وتنافس نمبر 1. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ تطلقها وفورا. لا يا سيد شوكت، انا رايي ان الطلاق هيزود الطينه بله، ومن افسد شيء عليه اصلاحه، وعمر افسد الشيء، اذا هو اللي يصلحه. انا مش فاهم يا دكتور حضرتك تقصد ايه. لو عمر طلق نسمه هنلاقي المشكله هي هي مش هتتحل، بخلاف اللي احنا هنزود المشكله اكتر بطلاق البنت، والبنت هتقعد في عربيتك. الله يخرب بيتك يا شيخ، عقدت لي البيت. يا ريتني ما وافقت على الجوازه ولا سمعت كلامهم. المهم يا دكتور طمني، البنت هتخف؟ طبعا، بس لازم تتبعوا التعليمات اللي هقولها لكم بالحرف الواحد. اولا نسمه لازم تعيش حياه طبيعيه، ثانيا ما تحسسوهاش ان هي مريضه، ثالثا وده الاهم لازم ترجع بيت عمر، اي بيت جوزها. انت عليك عامل كبير جدا، لازم البنت تشوف شخصيه غير اللي شافتها في الخناقه. شخصيه تانية ازاي يعني يا دكتور؟ اتنكر ولا ايه؟ انا هفهمك. نسمه لازم تشوف شخصيه قويه قادره على حمايتها في اي خطر. فهمني يا عمر؟ فهمت يا دكتور.
الحمد لله على السلامة. نورت بيتك، اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروسة، الحمد لله على السلامة يا عمر بيه. عنك ايه عني دي؟ ايه عني دي؟ شايفني حتة عيل مش هعرف اشيل شنطتين؟ في ايه يا عمر باشا؟ عمر باشا؟ عمر باشا؟ شايفني لابس طربوش قصادك؟ طب انا اسف يا عمر افندي. عمر افندي؟ ده بيتريق عليا. ما تقول استضمار احسن. غور من قدامي يلا غور. انا داخل الجواز. لا اله الا الله. عايز يشيل الشروط بدالي. انا راجل. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. اتفضلي يا نسمة. اتفضلي. الحمد لله على السلامة. نورت بيتك. اتفضلي. ها مش ناوي تطلعي اوضتك بقى تغيري كده وتفكي عشان احنا الليله هنعمل هو الليله انت الشمس وانا ضو الليله؟ ايه ده؟ ده انا اقصد يعني انت تقعدي في الحته اللي نفسك فيها وبالهدوم اللي عليكي ما تغيريش خالص. انجوي انجوي. جعانه؟ بصي بقى انا هعمل لك طبق ريزوتو بسي فود مش هتاكلي زيه غير في باليرمو. تلفزيونك كنبتك نص ساعه الاكل هيكون جاهز. انجوي ايه انجوي 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 انجوي. بصوا على ملوا عينيكم منه عشان هيوحشكم مش هتشوفوه تاني. عايز احمقوني لحميكم وهبجد لكم كمان والخاين جامد قوي. اخويا منصور سيبه عشان خاطري عشان خاطري سيبه منصور محمود. ولو ظبط هيدفنوا مطرحه من النهارده. مفيش حكومة. أنا الحكومة. أنا الحكومة. مش هتقولي جبت نمرتي منين؟ أنت نسيتي إن أنا عضو في جروب فرح نسمة وعمر؟ يا ابن اللعيبة. أنت مركز لي بقى. نادين أنا عندي سؤال. إزاي واحدة زيك متسابة لحد دلوقتي؟ إيه متسابة دي؟ أنت بتكلم كلبة؟ أنا أقصد إزاي واحدة جميلة وسبور وأمورة زيك كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ أنا صحفية ومعدة برامج بس بحكم شغلي يعني ما عنديش وقت للجواز والحب والحاجات دي. طيب سلام سلام سلام. لا 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 استنى رايح فين؟ هقفل. الله مش انتي قلتي ما بتفكريش في الحاجات دي وما عندكيش وقت؟ لا يعني ما أنا ابتديت أفكر. عاملك شوية ريزوتو من الآخر. حاططلك في الريزوتو يجي ب 500 جنيه جمبري يا حبيبتي. مش خسارة فيكي. نسمة انت نمتي؟ انا السبب. طب والجمبري؟ انت مش هتموت مش هتموت يا كريم. فتح عينيك يا كريم فتح عينيك. قلت مش هتموت. عمالين نقول الليله هنعمله الليله انت الشمس وانا ضو الليله وفي الاخر طالع شايلك هيله بيله. فتح عينيك ده اليوم لهبل ده. فتح عينيك فتح عينيك يا كريمه كريمه. منصور حبيبي. منصور حبيبك؟ يا نهار اسود. طب انت بقى عرفت عني كل حاجة. انت بقى مين؟ انا اسمي صقر الخليج. ده اسمي على جروبات شات مصراوي. انما انا اسمي الحقيقي ابراهيم زكي. عندي 33 سنة. برج الدلو. ومهندس. مهندس زي عمر؟ زي عمر؟ عمر شريكي في مكتب الديكور على فكرة. طب معلش ثانية واحدة كده. طب خليكي معايا عشان عمر بس معايا على الويتنج. انت اتصلت في وقتك يا معلم. ليه في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوز.
وانا خلاص قررت اطلق. تطلق؟ انت لحقت يا ابني؟ نسمة بتخني، الهانم بتخني يا ابراهيم. بتخنك امتى وفين يا ابني؟ الهانم نايمة على السرير وعمالة تقول منصور منصور. يمكن حد طلع لها في الحلم ولا حاجة. حد طلع لها في الحلم هتقول لها منصور يا حبيبي؟ ايه يا عمر بلاش نيتك الوحشة دي يا عم، ممكن كان قصدها تدلعك وتقول لك عمور فغلطت وقالت منصور. لا والله ده انت يا بخت اللي هتتجوزك، ده هتتجوز تلاجة. اقفل يا ابن العبيطة. صباح الخير يا حبيبي. عملك نسكافيه معايا؟ ماشي. بلاك ولا باللبن يا منصور؟ منصور. نسبة بنت انا بتخونك قطع لسانك. ولا انا بنتي متربيه احسن تربيه. ايوه اللي ربى بتاع مربى. مين منصور ده يا جدعان؟ مين منصور؟ اللي بيلعب ورا سور. ما ترسونا على التيت يا جماعه. الله انتوا اتجننتوا، هتتخانقوا مع بعض هنا. عيب عيب يا اساتذه، انتوا في عياده الدكتور شبراوي عظيمه مش موقف ميكروباص. اقعدوا خلونا نبحث الموضوع بهدوء. ايه اللي حصل يا عمر؟ اللي حصل فضيحه يا دكتور. اتفضل اتفضل شوف الهانم.